تنضم إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات بالمجمل. أهلا وسهلا بك معنا أماني. بداية يعني نستعرض أداء الدولار، برأيك يعني هل سيبقى ضمن المستويات المرتفعة كما شهدناه منذ بداية عملات هذا الشهر؟ صباح الخير. طبعا عندما نتحدث عن الدولار الامريكي، فبالرغم من سيطرة بعض عمليات جني الارباح عليه خلال تداولات امس، الا انه عاد ليرتفع من جديد مقابل اغلب العملات الرئيسية، وعاد ليرتفع ويقترب من مستويات 115، اعلى مستويات مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل 6 عملات رئيسية. فبالرغم من تصريحات بعض اعضاء الفدرالي الامريكي بالامس، هيال ان الفدرالي قد يصل الى ذروة رفع اسعار الفائدة بحلول مارس المقبل، الا ان يعني عمليات اولناها وتسبب في بعض تراجع للدولار الامريكي مقابل اغلب العملات الرئيسيه، ولكنه لا يزال يعني الاقتصاد الامريكي هو الاقوى، والفدرالي الامريكي والذي مستمر في وتيره رفع الفائده بقوه يضغط على اغلب العملات. وبالتالي يعني الوضع برغم من ان اغلب البنوك المركزيه تاتي ايضا وتبدا رفع الفائده، ولكن طبعا رفع الفائده الامريكيه بوتيره قويه وارتفاع عوائد السندات الامريكيه يعني تسبب في استمرار ارتفاع الدولار مقابل اغلب العملات الرئيسيه. حتى وجدنا ان يعني اليورو بدا يتراجع، وبرغم من ارتفاعه بالامس لمستويات او لم يصل حتى لمستويات ال 98 سنت، وسرعان ما عاد ليتراجع من جديد. ايضا بالنسبه للجنيه الاسترليني واستمرار الضغوطات عليه والين الياباني، وبالتالي اغلب العملات تدعم او يعني سياسه الفدرالي الامريكي لا تزال تدعم ارتفاع الدولار مقابل اغلب العملات الفتره المقبله. نعم، يعني اماني التصريحات من اعضاء الفدرالي الامريكي واضحه فيما يتعلق باستمرار رفع اسعار الفائده للوصول الى معدلات التضخم المتوقعه او التي يعني يريدها الفدرالي ان يصل بها، لكن الضغوط التي شكلتها على باقي العملات تحديدا اليورو، يعني تراجع اليورو 16% منذ بدايه العام، هل تتوقعين استمرار وتيره التراجع ام قرارات المركز الاوروبي ستحد من هذا التراجع؟ بالرغم من يعني بدء المركز الاوروبي في رفع الفائده ايضا، ولكن رفع الفائده الاوروبيه جاء طبعا يعني بوتيره اقل او جاء متاخرا مقارنه بالفدرالي الامريكي الذي بدا برفع الفائده بقوه وبمعدلات قويه يعني منذ مارس الماضي. وبالتالي هناك تباين واضح ما بين السياسات النقدية ما بين البنك المركزي الأوروبي الذي بدأ يعني مؤخرا في رفع الفائدة الأوروبية، والفدرالي الأمريكي المستمر في رفع الفائدة بوتيرة قوية. أيضا علينا الوضع بعين الاعتبار أنه عند مقارنة الاقتصاد الأمريكي الذي نوعا ما لا يزال متماسك مقارنة مع بقية يعني الاقتصادات الأخرى، وبالأخص اقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني من ضغوطات ارتفاع معدلات التضخم لأعلى مستويات منذ نشأة المنطقة، وفي نفس الوقت نقص إمدادات الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد الأوروبي وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأوروبي. وبالتالي يعني حتى لو بدأ البنك المركزي الأوروبي أيضا في رفع الفائدة، ولكن البيانات الاقتصادية الأمريكية والوضع الاقتصادي الأمريكي لا يزال متماسك مقابل الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من ضغوطات قوية حتى لو استمر البنك المركزي الأوروبي في رفع الفائدة. وبالتالي نحن أمام استمرار الضغوطات على اليورو مقابل استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي. حتى هذه الضغوطات موجودة على الجنيه الاسترليني، يعني أتوقعت بأن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة ووصفت بالأسواق بأنها ستكون كبيرة لهذه المرة، هل فعلا لن تؤثر على أداء الجنيه الاسترليني في ظل هذه الضغوط التي تحدثت عنها؟ يعني بالرغم من ان بنك انجلترا كان من اوائل البنوك المركزيه التي تتبعت الفدرالي الامريكي وبدا في رفع الفائده بقوه في محاوله للسيطره على ارتفاع الاسعار الذي وصل ايضا لاعلى مستوياته منذ اكثر من 38 عاما، ولكن يعني نحن الان امام يعني انخفاض قوي او ضعف في الاقتصاد البريطاني الذي تسبب في استمرار تراجع العمله، وطبعا نقص الامدادات والحرب الروسيه الاوكرانيه التي تسبب في نقص امدادات الطاقه والتاثر او تاثير على بالسلب على الاقتصاد البريطاني. ايضا علينا الوضع بعين الاعتبار ان السياسه الماليه البريطانيه واستمرار البنك الحكومه البريطانيه في خفض الضرائب لمستويات قياسيه في محاوله طبعا لدعم الاقتصاد بعدما انكمش اغلب القطاعات البريطانيه بسبب رفع الفائده، ولكن يعني السياسه الماليه التي تتسبب في استمرار ارتفاع الاسعار تسببت في استمرار انهيار العمله. حتى وجدنا ان بنك انجلترا بالامس اعلن عن خطه لاعاده شراء السندات في محاوله للسيطره على تراجعات العمله التي وصلت يعني لمستويات الدولار و 3.3 مقابل الجنيه الاسترليني. يعني هذا الامر
تسبب في يعني تباجع قوي في العمله. نعم. وبالرغم من محاولات بنك انجلترا المستمره في المحافظه على العمله الا ان الضغوطات لا تزال طبعا بسبب تغيير السياسه الماليه البريطانيه، وحتى هناك اراء تدعم استمرار او بدء الحكومه في تغيير وجهه نظرها وتغيير سياستها في محاوله لمنع انهيار العمله. نعم، يعني اماني تحديدا اذا ما تحدثنا عن الفروقات بين اسعار الفوائد، اذا ما تحدثنا عن الليره التركيه، لاحظنا يعني بنك انجلترا يحاول رفع اسعار الفائدة للحفاظ على الجنيه، لكن الليره التركيه والمركزي التركي خفض اسعار الفائده مما دفع ايضا بالمزيد من التراجعات، ما هذه الفوارق ولماذا يتخذ هذه القرارات تضر بالعمله؟ يعني يعتبر الليرة التركية تتربع على عرش أسوأ العملات أداء مقابل الدولار منذ بداية العام، لأنه كما أشرت أنه بالرغم من توجه أغلب البنوك المركزية لرفع الفائدة متتبعة الفيدرالي الأمريكي الذي يرفع الفائدة بقوة، وجدنا أن البنك المركزي التركي والسياسة التركية لا تزال تدعم يعني خفض الفائدة، الأمر الذي يضغط على يعني العملة أكثر وعلى الليرة التركية أكثر، وخاصة تصريحات الرئيس التركي أردوغان مؤخرا الذي أكد على أن هناك لسه لا يزال استمرار في خفض الفائدة التركية، واستمرار في يعني أن الإشارة بأن رفع الفائدة له أثر سلبية على الاقتصاد، وبالتالي يعني بالرغم من معدلات التضخم التركية التي وصلت لمستويات 80%، ولكن تبني استمرار تبني سياسة الفائدة أو سياسة خفض الفائدة يتسبب في زيادة الضغوطات على الليرة طبعا مقابل الدولار الأمريكي، وإذا استمر البنك المركزي التركي في هذا الأمر فقد يواصل الليرة التركية تراجعها مقابل الدولار الأمريكي. نعم، محللة الأسواق المالية في كويتي جروب أماني رشيد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.